القدس ليست للبيع، والأوطان لا تباع، وكرامة الناس لا تباع، وقضايا الناس لا يمكن أن تباع، ولا يبيع المقدسات والأوطان والقضايا إلا عديمي الشرف، أمثال هؤلاء الحكام الذين يتآمرون على الأمة اليوم. إن الصفقة التي ينوي عقدها ترامب مع هؤلاء الحكام الخونة لقضايا الأمة هي لا تمثل الشعوب أبدا، لذلك الشعوب الحرة والغيارة من الشعوب كلهم يرفضون هذه الصفقة، ونحن نجدد رفضنا لصفقة ترامب، ونجدد وقوفنا مع القضية الفلسطينية والثبات على المقدسات الفلسطينية وقضايا الأمة الإسلامية جميعا، ونعيد ونكرر أن القدس لم ولن تكون يوما من الأيام للبيع.